السلام عليكم. اليوم نروحوا ولاية عمدية، وبالضبط في المنطقة نتاع بوكزول، إذن مدينة جديدة، ولنقف على الأشغال نتاع الطريق الوطني رقم واحد هنا في المنطقة هذه، ونشوف الطريق الوطني رقم واحد هنا، هذا هو واللي هو طريق السيار، يعني في الحقيقة هو طريق السيار شمال جنوب، واللي رانا مازالت بعض المناطق منه على مستوى المدينة بوكزول مازالت تحت الأشغال، يعني مازالت الأشغال بها. وانا نلاحظ هنا في المنطقة هذه أن الأشغال مازالت لم تنتهي هنا. إذن المنطقة هذه سوف تكون بعد نهاية العرض هذا لدينا بعض الصور التي أخذت الأسبوع هذا حول الأشغال هنا في المنطقة هذه اللي أنا نشوف فيها. وهنا نلاحظ المدينة الجديدة نتاع بوكزول لا تبعد كثير، هاي لك هنايا، شوف هنا المنطقة نتاع المدينة اللي راهي مازالت قيد الأشغال، حتى ولو الأشغال تعتبر بطيئة جدا. إذا هذا هو الطريق، هذا الطريق القديم هنا، نشاهد الطريق القديم هنا، هذا يعتبر الطريق القديم، وهنا بالأسود من الجهة هذه هذا الطريق تاع السكك الحديدية، هو بجانبه هنا في الخط الموازي عندنا الطريق الوطني رقم واحد القديم، وهنا من الجهة هذه اليسرى هنا عندنا طريق السيار شمال جنوب اللي راه في قيد الأشغال هنا في المنطقة هذه كما قلنا اللي شفناها. إذن بقات 7 كيلومترات من الطريق شمال جنوب في ولاية المدية قبل هنا قبل الولوج إلى ولاية الجلفة بعد 7 كيلومترات. إذا هذه هي المنطقة اللي راهي الأشغال فيها، ونخليكم تشوفوا الصور نتاع الأشغال هذه، والسلام عليكم.